بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا
والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا
تراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله العظيم. Thank you.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبعث الذي كفر والله لا والله لا يهدي القوم الظالمين قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي you
قال كم لبثت تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير العظام
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز
صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بادي، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بني. ختنا ختم الإيمان والإسلام، فتح الله علينا بالذي هو خير. أية بينات من كتاب الله تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور محمد عبد العزيز سعيد، القارئ المقيم بمركز مدينة الرحمنية بمحافظة البحيرة. وقد أذيع لكم عبر الأنوار الصوتية والأنوار الكهربائية وأولى مخازن الفراشة الكبرى التي كتركيبة محلات ومخازن أولاد الحاج عبد الصافي المقيم بالوزارة التابعة لمركز ومدينة غلمة طبيب، ونيابة عن نصرة الفقير. إلا نقول إلى مجد ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.